تمكنت عدسات تلسكوب جيمس ويب الفضائي الأمريكي من رصد إشارات مثيرة للاهتمام العلمي حول كوكب بعيد في نظام شمسي آخر. طبعاً دائماً العلماء بيحاولوا يعني عندهم هذا السؤال إذا في حياة تانية على كوكب آخر. عدسات هذا التلسكوب الشهير راقبت لساعات ياسمين أكثر من 8 ساعات، راقبت مكان يدعى كوكبة الأسد أو Constellation of Leo ليظهر فيه ضوء خافت جداً للعين المجردة. الضوء هو نجم اسمه K2-18 ويدور حوله كوكب سماه العلماء أيضاً K2-18b، ويعتقدون أنه مغطى بالمحيطات، وفي غلافه الجوي اكتشفوا علامات تؤكد أن الأرض ليست الموطن الوحيد للحياة. العلماء اكتشفوا في ذلك الكوكب غاز DMS الذي يتميز بأنه غاز تنتجه العوالق النباتية في البيئات البحرية بحسب ناسا.